احنا سريعا قلنا النهارده في التاسعه واحنا نروح معاكم كده الى نروح معاكم للموسيقى. الموسيقى المصريه يعني اذا هنتفق كده مع بعض بان احنا اهل المغنى يعني اكيد، والمغنى ده في دم وعروق المصريين، يعني ما افتكرش انه المصريين المغنى بيشكل جزء كبير جدا من حياتهم، يعني اتربوا على الموسيقى، الالات اللي موجوده على المعابد المصريه، الموسيقى وكميه الملحنين والمطربين ورموز مصر من الموسيقى والغناء، يعني احنا كلنا عارفين ان هم يعني مش بس النجاح كان داخل مصر ولكن النجاح في العالم العربي وفي العالم كمان. فإذا هتفضل الموسيقى المصرية ليها كده بتشكل الوجدان المصري بشكل كبير. مين مننا الموسيقى بالنسبة له مش غذاء الروح زي ما بيقولوا هي والأغاني المصرية. تعالوا كده نروح زي ما قلنا كده ناخدكم ونروح تاني للشارع المصري ونشوف الناس بتقول إيه وشافت إزاي الموسيقى هذا العام. نشوف مع بعض. أحسن مطرب سمعته عصام صاصا. أحسن مطرب أحمد كامل أغنية الليل. تامر حسني. أحسن مطربة شريهان. وأحسن أغنية اللي هي كان لك معايا. أحسن مطربة في رأيي أنا سميرة سعيد. عمرو دياب طول عمره بسبب الأغاني بتبقى كويسة جدا، تحرك المشاعر في كل حاجة، الألحان بتبقى كويسة، أنا بالنسبة لي عمرو دياب من أحسن المغنيين في 23 في أي سنة عموما بالنسبة لي عمرو دياب. فنان عصام صاصا طبعا، ولأنه بيتكلم عن أي حاجة يعني عندنا والكلام ده. عمرو دياب طبعا عشان الأغاني بيتكلم عن حاجات يعني بتحصل في الواقع ورومانسي وكده والدنيا. تامر حسني واحسن مطربة نانسي عجرم. ممكن اقول احسن مطرب في 2023 عبد الحليم حافظ. تامر حسني بحبه علشان هو صوته حلو جدا وبلس ان هو بيغني هو كمان بيمثل. اكتر مطربة انا بحبها انغام. اصاله نصري اغنية راجل مثالي. تفضل الموسيقى حالة والناس تختار زي ما هي عايزة.